أنا أعتقد أنه من أهم الأمور في القيادة الآمنة هي ربط حزام الأمان. والله نصيحتي للشباب أن ربط حزام الأمان هو يعني مسألة ما هي سهلة، مسألة مهمة جدا. أنصح جميع أخواني المسلمين والشباب أنهم يحافظون على الحزام الأمان. عودت نفسي كل ما أطلع السيارة أربط الحزام. برعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل آل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، سوف ينطلق يوم غد إن شاء الله فعاليات أسبوع المرور الخليجي تحت شعار قرارك يحدد مصيرك في مجمع الهندسة. حزامك أمانك، حزامك أمانك.